يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اجتمع مجموعة من النساء والأطفال وأخذوا يغنون فيما بينهم ويرقصون، فهل هذا الفعل جائز فيما بينهم؟ لا يجوز، هذا من اللهو واللعب، ما يجوز هذا من اللهو واللعب. عليهم أن يشكروا الله عز وجل على نعمته ويشتغلوا بذكر الله، وأما أنهم يلهون ويلعبون ولا سيما إذا كان فيه طرب فهذا أشد. نعم.